ليه نقعد في البيت؟ سؤال بيجي لي كتير واكيد بيجي لكم انتوا كمان، ليه نفضل قاعدين في البيت؟ انا هقول لك ليه. باختصار شديد جدا جدا جدا، يعني الحظر اللي احنا قاعدين فيه ده حظر صحي مش حظر امني. يعني باختصار احنا مفروض نسمع الكلام ونقعد في بيتنا علشان سلامه صحتنا وبس، عشان ممكن بنزوله ولا حركه عشوائيه ليك تعدي نفسك وعشرات وانت ماشي في طريقك، واهلك في البيت واللي تعدوا في طريقك يعدوا ناس تانية في طريق اهلهم في البيت ونموت كلنا. طب ليه؟ دلوقتي هقول لك 4 مراحل بالظبط، المراحل دي هي اللي بيمر بيها الوباء، وتعالوا نشوف احنا في انهي مرحله وفاضل لنا قد ايه. اول حاجه الفيروس هيدخل الدول ودي انتهت خلصنا منها، وبعد كده فتره حضانه الفيروس ودي كمان انتهت من 2 3 الحمد لله. بعد كده مرحله انتشار العدوى بكثافه، في المرحله دي الفيروس بيبقى قوي جدا وبينتشر بسرعه الصاروخ، بيقولوا ان المرحله دي بدات يوم الخميس اللي فات وهتستمر لأسبوع أو أكتر. فيا إما نحصر الفيروس ده ونوقفه عن الانتشار، يا إما هينتشر هنموت كلنا بعد الشر، إن شاء الله مش هيحصل. فعلشان كده يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت نقعد شوية في البيت ونستحمل 2 3 أسبوع أحسن ما نفضل للأبد في البيت خايفين من الفيروس. وأنا هم على مصلحتكم وعايز أخرج بصراحة، فريت كلنا نلتزم القعدة في البيت، مسمعش لأي كلام حد يقولك انزل ولا انت تروش وتعمل فيديو وتنزل، هيجيبوك من قفاك وهتبقى عبرة لمن يعتبر. خلص الفيديو، ربنا يبعد عنك كل شر ويبعد عنك كل فيروس. خلصت حلقتنا. باي.